بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية نستكمل مع عبارات جديدة. طبعا الحال في الفقرة السابقة كنا قد رأينا كلمة تو أو بيان توس. إذا نقول مثلا بونجور أتوس يعني يوم سعيد الكل، أو نقول كما عندنا فد المثال بونجور تو لو موند يوم سعيد الكل. طبعا الحال تو لو موند يعني كأننا نقول لكل العالم، بونجور تو لو موند كأننا نقول يوم سعيد لكل العالم، ولكن المقصود يوم سعيد للذين يستمعون أو للحضور. Bonjour tout le monde. Je suis désolé d'être en retard. Je suis désolé d'être en retard. أنا آسف كوني، هنا طبيعة الحال كون d'être لأن يكون، ولكن المقصود بأن أكون en retard في تأخر. المقصود أنا آسف كوني تأخرت. إذن بونجور تو لو موند جو سوي ديزولي ديتر اون روتار. او نقول مثلا لي زونفون ديت بونجور ا مسيو غيدا. لي زونفون ديت بونجور ا مسيو غيدا يعني يا اطفال قولوا يوم سعيد للسيد رضا. لي زونفون ديت بونجور ا مسيو غيدا. لي زونفون ديت بونجور ا مسيو غيدا. او نقول مثلا افونسي يعني تقدموا. سي لو فيرب افونسي. افونسي يعني تقدموا. اي ديت بونجور وقولوا يوم سعيد الامي دو مامو لصديقه ماما او لصديقه امي. افونسي اي ديت بونجور الامي دو مامو. او نقول مثلا دي بونجور على دام. دي بونجور على دام. قل يوم سعيد للسيده. دي بونجور على دام. قل يوم سعيد للسيده. او نقول مثلا باس لو بونجور ا طمير. باس لو بونجور ا طمير يعني بحال تنقولوا حنا سلم على الوالده ديالك. باس لو بونجور ا طمير يعني سلم على امك. باس لو بونجور ا طمير. هنا طبيعه الحال فيغ باس يعني مرارة او مره او مضى. عندما نقول باس لو بونجور طبيعه الحال عندنا فيغ باسي كيف الامر، تامر شخصا بان يمرر يوم سعيد، ولكن المقصود السلام هنا لأمه. إذن باس لو بونجور أطمير. إذن هنا عندنا أطمير لأمك. بونجور لي غارسون. بونجور لي غارسون يوم سعيد يا أطفال. يوم سعيد يا أطفال. بونجور لي غارسون أو بيان بونجور لي زونفون. أيضا نقول أو بونجور فوزي طومار. تصور أن معك شخصا لا تعرفه وإذا بك يعني تستدرك الأمر، تقول أو بونجور أه يوم سعيد فوزي طومار أنت عمر. أو بونجور فوزي طومار أيضا أو فيل تو باس لو بونجور يعني هو مرر لك يوم سعيد، المقصود أنه يسلم عليك. أو في كأننا نقول في الواقع أو شيء من هذا القبيل إل تو باس لو بونجور هو يمرر لك يوم سعيد، المقصود أنه يسلم عليك. أو فيل تو باس لو بونجور. أيضا بيان إذا نقول أو في أو مثلا كما عندنا بيان جيد Elle te passe le bonjour. هي تسلم عليك. هي تسلم عليك أو تسلم عليك. Bien, elle te passe le bonjour. أيضا Eh bien, جيد. Bonne chance. حظ سعيد. Elle passe le bonjour aux gamins. وسلم لي على الأطفال. Eh bien, bonne chance. طبعا الحال أنت تكون مع شخص وتفترق معه، تقول له Eh bien, bonne chance. Elle passe le bonjour aux gamins. إيه جيد أو طيب. Eh bien, bonne chance. Et passe le bonjour aux gamins. ايضا نقول ميدام. ميدام هذه الجمع ديال مدام. مسيو هذه الجمع ديال مسيو. اذا ميدام مسيو بونجور اسيفو. ميدام مسيو بونجور اسيفو. سيداتي ساداتي بونجور يوم سعيد. اسيفو يعني هذا لو فيرب ساسوار جلسة يعني اجلسوا. هذا لو فيرب ساسوار في الحقيقة سو اسوار، لأن لو فيرب اسوار كما تنشوفو مبدوء اون فويال اللي هي أ، عندنا سو تتنتهي بأون فويال اللي هي أ، إذا تنحيدو اللولة وتنديرو أبوستخوف، إذا نقول ساسوار بدل سو اسوار. بطبيعة الحال هذا لو فيرب ساسوار في الصرف ديالو مع فو نقول أسيفو، في البريزون نقول ماذا؟ فو فو زاسيي، هاديك سو تتصرف تتولي فو مع فو. إذا فو فو زاسيي
أما في الأمر بطبيعة الحال نعرفوا بأننا تنحيدوا ضمير، إذا بطبيعة الحال هنا غيبقى عندنا غير واحد، إذا نقول أسيفو أسيفو، إذا إجلسوا أو إجلسنا. إذا ميدام مسيو بونجور أسيفو، سيداتي ساداتي يوم سعيد، إجلسوا. مسيو كما قلنا الآن نون ماسكيلا، يعني هو اسم مذكر بلوريال دو مسيو، بلوريال دو مسيو هو جمع لكلمات مسيو كما نرى. أيضا دوسمو مدام، دوسمو مدام، جو نو كومبخون با، يعني ببطء يا سيداتي أنا لم أفهم، تكلمي ببطء أنا لم أفهم. طبعا الحال الفهم هنا متعلق بالشرح أو بالكلام، إذا دوسمو مدام جو نو كومبخون با، يعني ببطء يا سيداتي أنا لم أفهم. كما تنقولوا إحنا بالدارجة غير بشوية لالا أنا ما فهمتش، دوسمو مدام جو نو كومبخون با. أيضا ميرسي بوكو، شكرا جزيلا، هنا طبعا الحال شكرا كثيرا. مدام لا كوميسير، كلمة كوميسير المقصود به مفوض، يعني واحد الشخص تتفوض واحد جهة باش يقوم بواحد العمل مؤقت، إذا يسمى كوميسير. كي شارجي دو فونكسيون تمبوريغ، الذي هو شارجي، شارجي تجي على جوج ديال المعاني، أنك تملأ شيئا. طبعا الحال الفيرب شارجي المقصود به ميتر اون شارج، يعني أنك تضع واحد الحمولة مثلا في واحد الكاميو، مثلا شارجي ان كاميو، إذا تحمل. هنا بطبيعة الحال عندنا هاد الحمولة هي فقط معنوية، أنك تتعطي واحد الخدمة، أنك تتعطي واحد العمل، واحد المهمة لواحد الشخص تتكلف بها، وكأنك تضع عليه حمولة. إذا مثلا هنا عندنا كي شارجي، التي هي محملة، التي هي محملة المقصود أنها مكلفة، دو فونكسيون تمبوريغ، بوظائف تمبوريغ، تمبوريغ عندها علاقة بلوطون، يعني أنها مؤقتة، لوطون هو الوقت، تمبوريغ يعني مؤقتة. إذا الشخص التي يكون مكلف بواحد المهمة مؤقتة نسميه كوميسير. أيضا نسمي كوميسير مومبر دين كوميسيون، كوميسيون يعني اللجنة، إذا هنا عضو من لجنة، إذا لكانت عندنا واحد اللجنة كل عضو منها تتسمى كوميسير. عندنا في العبارة ميرسي بوكو مدام لا كوميسير بور سيرون سينيومون توتا في كومبلي، يعني شكرا كبيرا سيدة المفوضة لهذه المعلومات توتا في كومبلي. توتا في هذه عبارة تقال هكذا بطبيعة الحال كما تنشوفوا أنها تتضمن كلمة تو، بطبيعة الحال تو ممكن أننا نجدها في استعمالات أخرى، إذا كما عندنا هنا هذه عبارة تقال هكذا توتا في، كما لو نقول بشكل كامل توتا في، كومبلي يعني كامل، تنعرفوا بأن كومبليت هي أتم أو أكمل، نقول عن شيء بأنه كومبلي يعني أنه تام وكامل. إذا هنا شكرا السيدة المفوضة بور سيرون سينيومو لكل هذه المعلومات توتا في كومبلي، لهذه المعلومات الكاملة بشكل كامل إن صح التعبير. نقول مثلا مدام لا بريزيدونت جو في كيلكو بغيف أوبسيرفاسيون، أنا أفعل ملاحظات سريعة، جو في كيلكو بغيف أوبسيرفاسيون، أنا أفعل ملاحظات سريعة. تنعرفوا بأن لو فيرب أوبسيرفي هي لحظة، إذن أوبسيرفاسيون المقصود بها ملاحظة، هنا عندنا أوبسيرفاسيون عندها واحد أس المقصود بها ملاحظات، إذن جو في كيلكو بغيف أوبسيرفاسيون، أنا أفعل ملاحظات سريعة، المقصود أنني عندي ملاحظات سريعة أريد قولها، هذا هو المقصود هنا. مدام لا بريزيدونت، السيدة الرئيسة، جو في كيلكو بغيف أوبسيرفاسيون، أنا أفعل ملاحظات سريعة، المقصود أنه عندي ملاحظات سريعة. أيضا نقول مدام لا بريزيدونت، سيت انترفونسيون كونتي بليزيور كيستيون، سيت انترفونسيون هذه المداخلة، سيت انترفونسيون هذه المداخلة، أنت لقيتي واحد الموضوع، واحد الشخص دخل وعطى واحد الرأي، إذن تسمى مداخلة أو تدخل، تجي من فعل انترفونير يعني تدخل في أمر ما. مدام لا بريزيدونت سيت انترفونسيون كونتي بليزيور كيستيون، هذه المداخلة تتضمن، عندنا هنا لو فيرب كونتينير، سيت انترفونسيون كونتي بليزيور كيستيون، هذه المداخلة تتضمن، سلو فيرب كونتينير كونتي إيل كونتي يعني هو يتضمن أو إيل كونتي كما عندنا هنا، سيت انترفونسيون طبعا حتى نتكلموا على كلمة انترفونسيون ك
كلمة مؤنثة استمو في ميناء سينجولي، يعني أنها كلمة مؤنثة مفردة، لأنه لا تكلمنا على بزاف ديال ليزانتيفونسيون. سنقول ماذا؟ سيزانتيفونسيون كونتين، سيزانتيفونسيون كونتين، هذه المداخلات تتضمن كلها. إذا بطبيعة الحال لو فيرب كونتونيغ غادي يتغير على حساب الضمير. إذا مدام لا بريزيدونت سيت انتيفونسيون كونتي بليزيور كيستيون، المقصود بأنه مثلا يلزمني الوقت لكي أجيب على كل هذه الأسئلة الواردة في هذا التدخل. أيضا نقول مثلا مدام لا مينيستر، السيدة الوزيرة، جابريسي فوتر ديسبونيبيليتي اي فوتر ديتيرميناسيون ا دوني دي ريبونس كلير ا نو كيستيون. جابريسي سالوفر ابريسي، يعني قيم شيئا، وهي تجي منها كلمة لو بري يعني الثمن. جابريسي يعني انا اتمن، جابريسي اتمن واقيم ان صح التعبير، يعني اعطي قيمة. فوتر ديسبونيبيليتي يعني انا اتمن فوتر ديسبونيبيليتي، يعني توفرك. نقول عن منتوج مثلا ان برودوي ديسبونيبل، يعني منتوج متوفر. هنا نتكلم عن لا ديسبونيبيليتي، عن وفرت توفر هاد الوزيرة، المقصود بأنهم كلما طلبوها وجدوها، هذا هو المقصود. جابريسي فوتر ديسبونيبيليتي يعني أنا أتمين تواجدك أو توفرك إن صح التعبير، كلما طلبناك نجدك. فوتر ديتيرميناسيون وحزمك إن صح التعبير. أدوني لتعطي، أدوني طبعا الحال هنا لأعطى، ولكن المقصود لتعطي. دي ريبونس يعني أجوبة، دي ريبونس كلير واضحة أنو كيستيون لأسئلتنا. إذا طبعا الحال هنا مثلا نائب يشكر وزيرة لأنه كلما طلبها وجدها، ثم أن أجوبتها تكون صريحة وواضحة على أسئلتي. إذا هنا يتمم هذا الأمر. مدام لا مينيستر جابريسي فوتر ديسبونيبيليتي اي فوتر ديتيرميناسيون ا دوني دي ريبونس كلير ا نو كيستيون. ايضا مسيو لو بريزيدون، السيد الرئيس، جيمري اكسبوزي ان كا ا مدام لا مينيستر. السيد الرئيس، جيمري اكسبوزي ان كا ا مدام لا مينيستر. اريد احب هنا طبعا الحال جيمري سيرفير امي يعني انا احب، مقصود انني اريد. اكسبوزي يعني اريد عرضة، أريد عرض ماذا؟ أنك يعني أريد عرض حالة أمادام لا مينيستر، يعني أريد عرض حالة للسيدة الوزيرة. مثلا ممكن أن هذا النائب تكلم للسيدة الوزيرة عن مشكل من المشاكل، ثم أنها مثلا أن نفت أن تكون هذه المشاكل مثلا. إذن هو يريد طبعا الحال عرض حالة على الوزيرة لتتأكد بأن هذا الأمر موجود. إذا مسيو لو بريزيدون، السيد الرئيس طبعا الحال اللي تيسير الجلسة، جيمغي اكسبوزي ان كا ا مدام لا مينيستر، أنا أريد عرض حالة على السيدة الوزيرة. أيضا ما كيستيون شيرش ا سافوار كيل سون سي فامو شانجمون مدام لا مينيستر. ما كيستيون يعني سؤالي، شيرش يعني أنه يبحث، المقصود بأن سؤالي مطروح حول موضوع. ما كيستيون شيرش سؤالي يبحث، أصفوار ليعرف، طبعا هل تنعرف بأن لوفير صفوار هي عرفة، وأيضا لو صفوار هو المعرفة. إذن ما كيستيون شيرش أصفوار، سؤالي يبحث عن معرفة، المقصود بأن سؤالي مطروح حول معرفة. كيلسون سيفامو شانجون، ما هي هذه التغييرات المشهورة المعروفة؟ مدام لا مينيستر، السيدة الوزيرة، يعني أشنو مهد التغييرات اللي حددتو واللي درتو لهم الإشهار إن صح التعبير، والتي أدعتموها في الإعلام مثلا حتى أصبحت مشهورة. ما كيستيون شيرش أ سافوار كيل سون سي فامو شانجمون مدام لا مينيستر. ما كيستيون شيرش أ سافوار كيل سون سي فامو شانجمون مدام لا مينيستر. سؤالي يبحث عن معرفة هذه التغييرات المشهورة. نقول عن شيء بانه فهم يعني انه مشهور، انها فاخره الى اخره. المؤنث نقول فاموز، اذا نقول عنها فام يعني انها مشهوره، يعني انها فاخره بمعنى اخر. ما كيستيون شيرش ا سافوار كيل سون سي فام شونجمون مدام لا مينيستر.
نستكمل فقرة قادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.